قداشنا لوجيك. حضرات المستشارين، خويا معز، ما غير ما نطول عليك سيد الرئيس. خويا معز، حبيت نقول اللي موكلي مظلوم، مظلوم ونقولها معز، ونتحمل مسؤوليتي على خاطر وضعيته صعيبة معز، وحالته تبكي زيدا. ينعم ما غير ما نطول عليك معز، حالته تبكي سيد الرئيس، ومضروب على يده زيدا سيد الرئيس. يعيشك معز. موكلي الحبيب ميقالو اللي تتهم مرته صالحة ولا نجم سيد الرئيس، نحب نقول له معز اللي نجوم في السماء وليست في الأرض. صحيح اللي موكلي ولا نجم سيد الرئيس، لكن حتى حد بسأل فينا سيد الرئيس كيفاش ولا نجم سيد الرئيس. يعيشك معز. إن موكلي سيد الرئيس جاتو النجومية دون سابق انذار سيد الرئيس ودون حتى إشعار. موكلي سيد الرئيس لقى روحه نجم فوق من قلبه سيد الرئيس. حس بخطورة الشهرة سيد الرئيس. حضرات المستشارين، خويا معز، خطورة الشهرة سيد الرئيس، وزيد أموره تحسنت سيد الرئيس رغم عنه سيد الرئيس. منطقيا ما غير ما نطول عليك سيد الرئيس، ونذكرك اللي النجوم في السماء وليست في الأرض، كلامه فيه جانب كبير من المعقول معز. هل يعقل سيد الرئيس، حضرات المستشارين، خويا معز، انه يقعد مع مرته هذه فوق من قلبه؟ منطقيا سيد الرئيس لازم يطلقها، لازم يطلقها سيد الرئيس. حضرات المستشارين، خويا معز، ما يزيش الظروف اللي حكيت عليها الكل ضده، وزيد يدفع نفقه ولا غرامه للمراه خويا معز. حضرات المستشارين، ونذكرك النجوم في السماء وليس في الارض، هذا ظلم صارخ سيد الرئيس، خاصه وانه موكل الحبيب ميقالو سيد الرئيس مازال سيد الرئيس كعمل شركه سيد الرئيس، ويدفع في 10 ملايين شهريا، وهاي الوثائق تثبت هذا سيد الرئيس. حضرات المستشارين، خويا معز، يعيشك معز، فاتورة شراء وسيلة نقل ضرورية خويا سيد رئيس. حضرات المستشارين، وسيلة نقل ضرورية 4x4 خويا سيد رئيس. يعيشك معز، وما زال كيشري مقر شركة في حي النصر خويا معز، لأنه يحب يخدم في أفضل الظروف. موكلي الحبيبي قالوا قلبه معسور سيد رئيس، لأنه باش يتخلى على مرته هذه سيد رئيس. حضرات المستشارين، خويا معز اللي عاش معها 4 سنين، ما غير ما نطول عليكم سيد رئيس. حضرات المستشارين، خويا معز، كيفاش نكونوا قاسين معاه ونحكموا عليه بغرامه سيد رئيس؟ تصور انت سيد رئيس اللي مرته اللي اسمها صالحه وهي ما هيش صالحه لحياته الجديده سيد رئيس، اليست خديعه سيد رئيس هذه؟ ولكن موكلي سيد رئيس قلبه الكبير معز اتنازل وما رفعش قضية تدليس، لأنه في حالة رثة، في حالة نفسية صعبة، أو معانا شاهد في المحكمة اليوم، شاهد على الحالة المادية والمعنوية الرثة الموكلي الحبيب ميقالو. تفضل خويا سامانتا. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، مستشارين، إن موكلي لك وهو صديقي حميم حبيب ميقالو في حالة رثة جدا، وفي حالة يندى لها الجنين. قبل هو ما قالوا حطوا له جنين، دزونيه مش جنين، يندى له الجابية، وانه هو يحس باليمن، يمن صار سيفر ما قالوا كوعد اليمن بلش. ليه انه يحس بالمني، واللي هنا يلزمك تبكي ولا شنو. يعيش خويا سمنتا، شكرا. كما كنت تسمع خويا سيد رئيس، حضرات المستشارين، خويا معز ان موكلي في حاله بكي. خويا سيد الرئيس، انا نطالب بعدم سماع الدعوه وبالطلاق فورا سيد الرئيس. حضرات المستشارين، خويا معز، لانقاذ هذه الملائكه، لانه الملائكه في السماء وليست في الارض خويا معز. يعيشك سيد الرئيس. كلمتين وانهي سيد الرئيس. حضرات المستشارين، ما تبعدوش برشا خاطر 30 ثانيه ونرجع بعد الومضه سيد الرئيس. يعيشك معز. عزيزي المشاهدين تاع التلفزيون، اهلا وسهلا بكم. ساعة شربتكم للموكسيمون لوميسيون قداشنا لوجيك دو روتور. حبيت نقول لكم لوميسيون تاع اليوم، لوميسيون فيها برشا سوفرونس. لوميسيون تاع اليوم اللي ما بكيش فيها معناها قلبه مور، كوز لوميسيون تاع اليوم لوميسيون تروفور.
هوسن بنسو لا نفيتي تاعنا اليوم هو لوسيو لو متر ناجور لوسيو فتحي المولدي خاطر نتوما عزيز مشاهدين تاع لا تلفزيون لو سبيكتور سي بون سي ناغرات خليها كيك خاطر نتوما تحبوه بيان وخاطر احنا شلاحكم معاه في بروبليم يوجع قلب لوسيو لو متر ناجور فتحي المولدي اهلا وسهلا بك في النومونسيون انا فرحان لو ماكسيمون كوز لو بروميير فوا ريك في النايف يعيشك معز سامحني خويا حبيب نو سينا قراد هودي عايك اللي تحب حبيب ذيب لعز هبي توركته ما بالحكاية نميرو اللي بعتنا مشكلتها مواتنا اسمها صا ما حبش تحكي ما حبش تقول اسمها بعتنا ميل كله سوفرانس هودي توشي في قلب قلت لي رجلها واسمه حا كان معاه كونديسيون وقت اللي كان ما عندوش أرجان دارت يدو الفلوس بعتته كونديسيون يو قدش مشو تنجان هودي مشي قالها اوتو تو خليها اش قبلك لوسيو فتحي نحبوك تعطينا رايك تعطينا تنافي في الحكايه نتاع مدام صا اللي هرب بها رجلها حا يعيشك يا حبيب تدلل لحظه برك كوبي عايش خويا معز ميرسي بوكو يعيش اختي يعيشك ميرسي هل سي مورد يقول لي سي بون كملت نجمو نكملو نومونسيون اي مريقل يا خويا الحبيب نجمو نكملو سيدي نرجعو سي بون ليكيب كل شدو نومونسيون هاي ليك نسيا كل ما بعثكم سي بون نس كل اون بلاس سي بون نرجعو ريقلو مورنا سطور اوتونسيون اوكسيون شوف معز سامحني يا حبيب انا متاثر ياسر خويا معز والله العظيم نبكي من الحكايه نتاع الاخت سا اللي راجلها تخلى عليها بسبب الفلوس خويا حبيب نعتبره انسان بلا ضمير انا هذا يا معز انسان ما عندوش مبادئ انسان بلاش اخلاق انا كمحامي خويا معز نتطوع مجانا للاخت هذه ونعاون الاخت السيده سا باش تاخذ حقها من رجلها ومش باش يخرج منها بالسهل معز خاطر الخروج في السماء وليس في الارض هو مثال الانسان الانتيازي خويا معز والانسان اللي ما عندوش قلب وفي قلبه دماء لا تجري خويا حبيب وانا تاثرت ياسر خويا حبيب يعيشك معز هودي هو في قلبه دماء لا تجري وانا في قلبي دموع قاعده تجري في بوركور ورسي حنينه هودي تاثرت على الاخر لوسيو لمتر ناجور هودي كان ترينا لوسيو لفتح ورسي حنينه كان شدو هذا لوسيو حا ورسي حنينه اللي تخلى عصا ما ندوقو بالضبط شنو شقلت لك نسيان عنا الانترفونسيون بابا سيبون تنعدوها في النايف عزيز مشاهدينو على الانترفونسيون فما ان بوتون موات نحب يعطينا ان في تاعو على الحكايه هذه خلينا نشوفو في النايف شو يحب يقول تفضل لوسيو شو اسمه لوسيو علي حفص يحب يعطينا ان في ها حبيب تعال جاي انا نقول لك انت قول لي وانا نقول لك اسمع جاي اسيدي لا للعلاقات المبنيه على الماده ولا للمشاكل العائليه ولا للغدر ولا للسكوت على اللي عملوا حا ونعمل الفاء شنو فيه شنو هي الفاه هذي سيدي شنو هي الفاه الفاه هي الفوفو الزلة نعم للفوفو الزلة انا نقول لك انا نقول لك